العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقبل الحضور الكبير بداية أود أن أبتدأ مع التأخير. حقيقة يعني إحنا عملنا بهذا النشاط والفعالية قبل قليل، في وقت متأخر، ولكن احنا حرصنا جدا ان نحضر هذا الاحتفال لاننا نعي اهميه مثل هذه الاحتفالات، وخاصه ان الموضوع هو تكريم الطلبه المتفوقين ويعني كوكب من طالباتنا ان شاء الله المتميزين. طبعا وكاله الخوف يعني حريصه على تشجيع مثل هذه اللقاءات لدعم الطلبة ولدعم العملية التعليمية بشكل كامل. وكالة الخوف وخاصة قسم التعليم أطلقنا سياسة اسمها سياسة إصلاح التعليم، ومن أبرز معالم هذه السياسة تعزيز الشراكة بين الوكالة كمشرف على التعليم وبين المجتمع المحلي ممثلا بالاهل بشكل عام وبالمؤسسات. حقيقه بالنسبه لبيت عنان يعني نحن نعي الدور الايجابي اللي بيمارسوه اهل بيت عنان ومجلس اولياء الامور بشكل خاص، وكمان المجلس المحلي اخونا ابو الضياء والزملاء الكرام يعني ما بيقصروا في دعم المدرسه، وهذا اللقاء هو شاهد على ذلك. وان شاء الله ان يعني بنامل ان تستمر هذه الرعايه وهذا التعاون بين الاهالي، بين مجلس اولياء الامور والمجلس المحلي وبين مدرسه بيت عنان، لان طبعا مثل هاي الرعايه راح تنعكس انعكاس ايجابي على طالباتنا، على تحصيل الطالبات، على بناء شخصيه الطالبات. ونحن نشكر مجلس اولياء الامور على هذا النشاط ان شاء الله المميز، ونامل ان تستمر مثل هذه النشاطات، وان شاء الله نلتقي في المستقبل في مثل هذا النشاط وغيره من النشاطات اللي بتعزز العلاقه بين مدرسه بيت عنان وبين اهالي بيت عنان، لان البنات بناتكم متاخر، البنات بناتنا، وكل رعايه وكل دعم هذا بينعكس على هذه المدرسه المميزه. والحقيقه ان المدرسه يعني فعلا هي من المدارس المميزه في مدارسنا في منطقه القدس، ولكن احنا ان شاء الله نطمح الى مزيد من التميز ومزيد من التقدم لهذه المدرسه برعايه مديره المدرسه الست ايمان والهيئه التدريسيه اللي مجموعه منها الجالسين امامي. شكرا لمجلس اولياء الامور، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.